هاتف وكذلك الفيديو. سعيد أن أراك شخصيا مرة أخرى، ولقد كنا على اتصال مباشر خلال هذا الصراع منذ البداية، لا سيما يهم التحدث مباشرة لأن القيادة في هذه الأزمات رهيبة، قد مثلت مصدر إلهام للشعب الأمريكي والعالم كما فعلتم الرئيس زيلينسكي. هذه زيارتكم إلى واشنطن منذ فبراير عندما بعد أن صعد بوتين هجماته الوحشية استهدف البنية التحتية لجعل الحياة أصعب ما يمكن للأبرياء الأوكرانيين، لا سيما الأطفال، ومنع هؤلاء الأطفال من الذهاب إلى المدارس. هذا أمر فظيع، وكما سمعنا فإنه من المهم بالنسبة للشعب الأمريكي وللعالم أيضا أن يسمع منكم مباشرة السيد الرئيس بشأن معركة أوكرانيا والحاجة للبقاء متحدين في عام 2023. وهذا أيضا اليوم يصادف اليوم 300 منذ غزو روسيا الوحشي إلى أوكرانيا، 300 يوم منذ أطلق بوتين هجوما غير مبرر ضد الشعب الأوكراني، 300 يوم أظهر الشعب الأوكراني روسيا والعالم بأنهم لا يزالون العمود الفقري لبلادهم، وأثبتوا أيضا عزمهم الذي لا يكسر لاختيار سبيلهم الصحيح للشعب الأوكراني. أقول لهم جميعا لقد أثبتتم وأظهرتم وقفتكم القوية ضد العدوى في وجه الشهية الإمبريالية للحكام المستبدين الذين قد يفكرون بأن القوة أو الحق للقوة، وحتى الآن فهم ظلوا معزولين، وأنتم لم تكونوا معزولين وإنما حصلتم على دعم كبير. لن تكونوا بمفردكم عندما تهدد الحرية في أوكرانيا، وعلى غرار الأجيال السابقة لم يترددوا في تقديم الدعم الأمريكيون في هذا البلد الديمقراطي، والجمهوريين كذلك وفروا الموارد للوقوف معا وتقديم أيضا دعم لا لبس فيه لأوكرانيا، لأننا ندرك تماما بأن معركة أوكرانيا هي جزء من أمر أكبر بكثير. فالشعب الأمريكي يدرك أنه إذا عندما نتحد في وجه هجمات صارخة ضد الحرية والديمقراطية والمبادئ الأساسية لسيادة القانون والسلامة، فإن هناك تداعيات وعواقب. لذا كما قلت فإن بوتين أرسل دباباته إلى أوكرانيا في فبراير، والشعب الأمريكي يمكن أن يواجه التنمر ويدافع على الحرية، وهذا ما فعلناه. وقبل بدء الغزو وتهديدات بوتين لأوكرانيا من خلال تعبئة قواته، أكدنا بأن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها قبل أن يعبر الحدود إلى أوكرانيا. قدمنا أسلحة دفاعية بما في ذلك منظومة دفاع جوية ومدفعية وذخيرة وأكثر من ذلك بكثير. لم نقم بذلك بمفردنا منذ البداية. الولايات المتحدة حشدت دعم الحلفاء والشركاء في العالم للوقوف مع أوكرانيا وفرض عقوبات غير مسبوقة بالنسبة لصادرات روسيا، وهذا ما يصعب على الكرملين مواصلة حرب الوحشية. أكثر من 50 بلدا قدمت أكثر من 2000 دبادة وعربات أيضا مدرعة، وأكثر من 2 مليون من الأعيرة النارية، وأكثر من 20 منظومة صواريخ متطورة، وكذلك منظومة دفاع جوي لدعم أوكرانيا. معا قدمنا مليارات الدولارات من الدعم المباشر من الميزانية لضمان أن الحكومة الأوكرانية ستواصل تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني مثل الصحة والتعليم وكذلك أعمال الطوارئ. هذا يشمل أيضا مليوني الدولار إضافيين كمساعدة مباشرة من الشعب الأمريكي
الأمريكي والتي قدمها البنك الدولي هذا الأسبوع. قدمنا مساعدات إنسانية لمساعدة ملايين الأوكرانيين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب حرب بوتين غير الإنسانية. الأوروبيون فتحوا ديارهم للأوكرانيين، والولايات المتحدة استقبلت أكثر 221 ألف أوكراني باحثين عن المأوى منذ شهر مارس من عام 2022 كجزء من برنامج متحدين من أجل أوكرانيا. واليوم وكالة المساعدات الأمريكية الخارجية قدمت أكثر من 437 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا، ويتم أيضا تقديم الغذاء لأكثر من 1.5 مليون بالإضافة إلى المساعدة الصحية والمياه الصالحة للشرب وتقديم وسائل التدفئة لأكثر من 2.5 مليون أوكراني. أيضا الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا في العالم قدموا سلسلة من المساعدات بسرعة تاريخية كانت حاسمة لتعزيز نجاحات أوكرانيا. حتى الآن أوكرانيا كسبت معركة كييف وكذلك معركة خيرسون ومعركة خاركيف. أيضا أوكرانيا تحدت توقعات روسيا في كل منعطف من معطفات الحرب. الرئيس زيلينسكي لقد أوضحتم بجلاء بأن أنكم مستعدون لمواصلة، دعونا أعبر ذلك، أنت منفتح على السلام وسلام عادل، ونحن ندرك أيضا أن بوتين ليس لديه النية إطلاقا لوقف هذه الحرب، والولايات المتحدة ملتزمة لضمان أن الشعب الأوكراني الشجاع سيواصل الدفاع عن نفسه ضد عدوان روسيا طالما استغرق ذلك. وأود أن أشكر أعضاء الكونغرس على الدعم الحزبي لأوكرانيا، وتطلع لتوقيع مشروع قانون جديد يتضمن تقديم 45 مليار دولار كتمويل إضافي لأوكرانيا، كما سوقع أيضا قانون الدفاع الذي يتضمن أيضا تيسير توفير ذخائر من قبل وزارة الدفاع لأوكرانيا لأنها أساسية لتعزيز الدفاع. وأعلن اليوم أن هناك مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا 1.5850 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، الذي يشمل نقلا مباشرا لمعدات لتلبية احتياجات أوكرانيا وكذلك عقود لتقديم ذخائر ستحتاجها أوكرانيا في الشهور المقبلة لمدفعيتها وكذلك دباباتها وقاذفات صواريخها وكذلك قدرات أخرى مثل الذخيرة الدقيقة والحزمة. تشمل أيضا بطاريات باتريوت، سوف يتم تدريب الأوكرانيين من أجلها لتعزيز منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتدريب الأوكرانيين، لكن بطارية الباتريوت سوف تعزز دفاع أوكرانيا ضد العدوان الروسي. واليوم المساعدات الأمنية والإنسانية تصل إلى ملياري دولار للشعب الأمريكي. هذا واضح لما تقوم به روسيا. روسيا تعتدي عن عمد على البنية التحتية الأوكرانية وتدمر أيضا أنظمة التدفئة والإنارة للشعب الأوكراني خلال أبرد فترات السنة. روسيا تستخدم الشتاء كسلاح وتجمد الناس وتجوعهم وتقطعهم عن بعضهم البعض. إنه أحدث مثال للفظائع التي ترتكبها القوات الروسية ضد مدنيين أوكرانيين أبرياء وأطفال وأسرهم. والولايات المتحدة تعمل مع كافة حلفائنا وشركائنا لتقديم معدات حساسة لسماح لأوكرانيا بإصلاح أنظمة الطاقة وتعزيز أيضا استقرار شبكة الكهرباء الأوكرانية إزاء هجمات روسيا. نعمل أيضا لمحاسبة روسيا من خلال بذل جهود في الكونغرس سوف تسهل المحاسبة المجرم الحرب الروسي أوكرانيا. دعوني أختم بهذا. الليلة هي الليلة الرابعة من عيد هانيكا، حيث اليهود في العالم الرئيس زيلينسكي والكثير من أسر أيضا يحتفون بالمعجزة، معجزة الدفاع عن الحرية ضد خصم أكبر، وكيف
عانوا وانتصروا في النهاية، كيف أن شعلة الإيمان التي يمكن أن تتقد لثمانية أيام. هذا يذكرنا بأن أبرد الأيام السنة سوف تشهد في النهاية النور وتبعد اليأس، وهذه الروح الإنسانية لا يمكن السيطرة عليها طالما أن هناك خيرون يريدون القيام بما هو صحيح. وهذا الشتاء جلب الكثير من المعاناة والخسارة للشعب الأوكراني، ولكن أريد منكم أن تدركوا الرئيس زيلينسكي بأن الشعب الأمريكي هو معكم في كل خطوة من الخطوات، وسنظل إلى جانبكم كلما استغرق الأمر. ما تقومون به وما حققتموه يهم ليس لأوكرانيا فحسب، وإنما للعالم بأسره. ومع أننا لا شك في أننا سوف نبقي شعلة الحرية تنير وسوف تنتصرون على الظلام. شكرا سيد الرئيس على قدومك، وسنبقى إلى جانبكم. شكرا. فخامة الرئيس، مرة أخرى فخامة الرئيس بايدن، الحضور الكرام، ممثلي الصحافة يا أستاذة والسيدات، جئت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنقل الشكر إلى الشعب الأمريكي الذي بذل الكثير من أجل أوكرانيا. هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أضحت تاريخية بالنظر إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة والقيادة الأمريكية. في الأيام 30 الماضية من هذه الحرب بدأنا مرحلة جديدة من علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحنا شركاء حقيقيين وحلفاء حقيقيين. وشعرت اليوم خلال جميع اللقاءات التي عقدتها وخلال مباحثاتنا ذلك. مرة أخرى أود أن أشكر فخامة الرئيس بايدن على دعمه الصادق، وهذا مهم جدا بالنسبة لأوكرانيا، ويساعد ذلك على تعزيز القانون الدولي. أنا ممتن للرئيس بايدن على جهوده الشخصية والخطوات التي أقدم عليها من أجل توحيد الشركاء في العالم. كافة الدول في العالم تتبنى مواقف بعينها، ونحن نركز على التعاون والتفاهم. هذا مفيد جدا لكافة البلدان، لأوكرانيا وللولايات المتحدة أيضا. أود أن أوجه الشكر للكونغرس على الدعم من قبل الحزبين، وتطلع لعقد اجتماعات مفيدة مع أعضاء الكونغرس. هذه هي الزيارة التي من خلالها سألتقي مع أعضاء الكونغرس. القضية الأساسية خلال مباحثاتي اليوم هي تعزيز أوكرانيا في العام المقبل من أجل الدفاع عن حريتنا واستقلالنا. لدي أخبار سارة، الرئيس بايدن أعلن حزمة جديدة من الدعم بمستوى ملياري دولار، وأهم في هذه الحزمة هي بطاريات الباتريوت، وهذا سيعزز منظومات الدفاع الجوي لدينا بشكل كبير. هذه خطوة مهمة للغاية، من شأنها أن تؤمن الأجواء الأوكرانية، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يسمح لنا بحرمان البلد الإرهابي من مهاجمة قطاع الطاقة لدينا وشعبنا وبنيتنا التحتية. قد أجرينا مباحثات جيدة بشأن الخطوات الاستراتيجية التي بحثتها مع الرئيس بايدن وما نتوقعه بالنسبة للعام الماضي. هذا مهم جدا بالنسبة للأوكرانيين، ويحدوني الأمل إزاء ذلك. مرة أخرى شكرا جزيلا فخامة الرئيس على منحنا 45 مليار دولار، هذه مساعدات كبيرة، وأمل أن يوافق الكونغرس على هذه المساعدات لبلادنا. شكرا جزيلا على الدعم، كل دولار من هذا المبلغ من جانب الولايات المتحدة
سوف يعزز الأمن في العالم. أدرك أن القيادة الأمريكية ستكون قوية وسوف تبذل دورا كبيرا على الصعيد العالمي، والولايات المتحدة سوف تساعدنا للدفاع عن قيمنا وحريتنا واستقلالنا. بشأن للتغيير في الكونغرس، أنا أؤمن بأنه سيكون هناك دعم من الحزبين لأوكرانيا، وأدرك أن الجميع يعملون من أجل ذلك. وخلال لقاءاتي اليوم ناقشنا قضايا تتعلق بمواجهة إرهاب روسيا وتدميرها لبنيتها التحتية في مجال الطاقة. نحتاج للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء وحماية شعبنا أيضا. هذه قضية إنسانية أساسية في الوقت الراهن، إنها مسألة بقاء. ناقشنا العقوبات أيضا والضغوط القانونية على البلد الإرهابي روسيا التي ينبغي محاسبتها لكل ما قامت به ضدنا وضد شعبنا وضد أوروبا والعالم الحر. ومن المهم جدا أن يكون لدينا صيغة للسلام، ونحن نقدم مقترحات بشأن الخطوات الملموسة من أجل ذلك. أنا ممتن لشركائنا الأمريكيين لفهمهم لأهمية مواصلة الدعم لأوكرانيا والعمل أيضا من أجل الحفاظ على سلامة أوكرانيا وسيادة القانون الدولي. نحتاج أيضا بمجرد تعزيز قدراتنا الدفاعية في الشهور المقبلة. لا أريد أن أخوض في تفاصيل ذلك الآن، وأكيد تتفهمون ذلك، ولكنني ممتن جدا للرئيس بايدن على اهتمامه بكل هذه القضايا والنصر لأوكرانيا. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. سوف نتلقى أسئلة من المراسلين. أبدأ مع أليكس من ياهو نيوز. شكرا السيد الرئيس. في عام 2022 ترأست تحالفا دولي لدعم أوكرانيا، كيف يمكن الحفاظ على تماسك هذا التحالف في عام 2023؟ الرئيس زيلينسكي، أهلا بك في واشنطن في هذا اليوم الجميل. ما هي رسالتكم للشعب الأمريكي؟ بالنسبة لسؤالك الأول، أنا لا أشعر بأي قلق بشأن هذا التحالف. Союзницьке партнерство з країнами Європейського Союзу і іншими країнами. I assume this is simultaneous. All right. Okay. إذن لم أرى الناتو أو دول الاتحاد الأوروبي أكثر وحدة مما هي عليه الآن، ولا أرى أي إشارات عن حدوث أي تغيير. تعلمون ما هو على المحك الآن. شركاؤنا الأوروبيون يدركون كل الإدراك بأن الأمر يتعلق بهجوم كبير على بلد أوروبي، وهم لا يرون إشارات بأن بوتين يرغب في تغيير ذلك. طالما ما لم نقاومه، الأمر يتعلق بسيادة بلد وميثاق الأمم المتحدة. بوتين اعتقد بأنه سوف يضعف الناتو، لكنه كان سببا في قوة الناتو. أوروبا كان يتوقع أن تنقسم على نفسها، وبدل من ذلك فهو أنتج أوروبا أكثر وحدة مع رغبة السويد وفنلندا في الانضمام إلى الناتو. إذا ليس لدي أي شك بشأن تضاءل الدعم وفيما يتعلق بالناتو، ويحصل وزراؤنا دعما من الناتو ومن اليابان والكثير من البلدان أخرى. أنا مرتاح إزاء التضامن والدعم الذي يقدم لأوكرانيا. شكرا على طرح سؤالك. شكرا جزيلا. أنت تسألني ما هي رسالتي للشعب الأمريكي. سأقول لك أمور بسيطة وهي مهمة للغاية بالنسبة لي.
وأعتقد أن لدينا نفس القيم وكذلك فهمنا المشترك لمعنى الحياة. رسالتي هي أنني أتمنى لكم السلام، وأعتقد أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية، وأنتم تدركون ذلك فقط عندما تواجه بلادكم حربا، عندما تهاجم البلاد من قبل إرهابي، وأن ترون أبناءكم يكبرون ويبلغون سن الرشد ويلتحقون بالجامعات أيضا. أعتقد أن هذه أمور أساسية، وهذا ما يمكن لي أن أتمناه لكم، وأتمنى أيضا أن تستمروا في دعمنا لأننا نحارب من أجل نصرنا المشترك ضد هذا الطغيان. هذه هي الحياة الحقيقية، وسوف نفوز ونكسب هذه المعركة، وأنا حقيقة أرغب في تحقيق النصر المشترك. شكرا جزيلا. لا أرغب ولكنني متأكد من ذلك. هل لك أن تطلب من أحد الصحفيين الأوكرانيين طرح السؤال؟ شكرا. ديمتري نوكشن من التلفزيون الأوكراني. السيد زيلينسكي والسيد بايد، لدي سؤال لكم. كأوكراني أود أن أشكر الولايات المتحدة على دعمها لبلادي. إن أسرتي في أوكرانيا تدرك أن ما كان لها أن تبقى على قيد الحياة لولا دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سياسي وعسكري. شكرا لكم على ذلك. بالنسبة للسؤال، نحن ندخل مرحلة جديدة في هذه الحرب، بالتأكيد بحثتما اليوم كيف يمكن إنهاء الحرب وما هي الخطوات اللاحقة، أو هل سيكون هناك هجوم معاكس أو مفاوضات سلام. السيد زيلينسكي، هل لك أن تحدثنا عن السبيل لإنهاء هذه الحرب؟ شكرا لكم. رأيي أنا شخصي، نعم، إنه صحفي أوكراني، نعم. أعتذر لكم، أحيانا أتحدث باللغة الأوكرانية. في كييف وبدون المساعدة الأمريكية، هذا صحيح تماما، القيادة الأمريكية والمساعدة الأمريكية قوية. ومرة أخرى أود أن أذكركم أن أسركم أو أسرتك كانت ستكون في خطر لولا ما تقوم به القوات المسلحة الأوكرانية. ماذا تريد أن تسمع؟ هل تريد أن تسمع كلمة سلام فقط؟ لست أدري ما يعنيه ذلك. ربما هذا وصف فلسفي ليس إلا، لست أدري. تعلم أن بالنسبة لنا جميعا السلام العادل هو السبيل. بالنسبة لي كرئيس، فإن السلام العادل لا يتضمن أي تنازل عن وحدة أراضي بلادي، وكذلك تقديم تعويضات لكل الأضرار التي تسبب بها العدوان الروسي. أنا أتحدث كثيرا عن الأطفال اليوم، ولكنني كأب أود أن أشدد على الأولياء الأمور، الآباء والأمهات الذين فقدوا أبنائهم على الخطوط الأمامية. ما معنى السلام بالنسبة لهم؟ المال لا يعني شيئا بالنسبة لهم. التعويضات لا تداعيات لها، هم يفكرون في الثأر. هذه مأساة هائلة، وكلما طال أمد الحرب وطال أمد العدوان سيكون هناك عدد أكبر من الآباء
والأمهات الذين سوف يسعون